السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم اللازانيا. ناس كتير كانت بتسأل عليها، وأنا جربت كذا طريقة ليها، وجربت قبل كده النوع المستورد منها، ولكن في ناس طلبت مني إن أنا أعملها بالطريقة اللي هي بالعلبة دي، الملكة اللي هي المصرية. على فكرة هي مش غالية، سعرها رخيص جدا، تقريبا العلبة دي فيها 20 قطعة زي دي ب11 جنيه. لو حابين تجربوها وتعملوها، انا اول مرة اجرب الملكة معاكم النهاردة، وكنت شفت ريفيوهات كتيرة ليها جدا. بس الفكرة ان هي في ناس بتقول ان هي لو اتعملت كده زي ما هي، شايفين ان هي ناشفة ازاي، بصوا هي مش تخينة على فكرة، رفيعة جدا، ولكن هي ناشفة، هي عبارة عن مكرونة يعني عادية. فناس قالت ان هي لو حطيتها كده في الصينية مش بتستوي، وبتاخد وقت طويل جدا في السوى، ويعني في الاخر برضو بتبقى ناشفه. وفي ناس قالت ان هي لما بتسلقها بتعجن منها، فاحنا مش عارفين بالظبط يعني ايه الطريقه السليمه. بس انا النهارده ان شاء الله هوريكم احسن طريقه ليها، ازاي تعرفوا تعملوها بدون ما تعجن، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت طويل في الفرن. دلوقتي انا معايا حله، انا كنت سلقت واحده هنا عشان اوريكم الفرق ما بين وهي ناشفه وهي مسلوقه. بصوا دي انا سلقتها بدون ما تعجن، شايفين عامله ازاي طريه، وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت في السوى. اهم حاجه هتعملوها حله على النار، نصها ميه، هتحطوا فيها معلقه زيت ورشه ملح، وهتدهنوا صينيه زي كده زيت، واللي انتوا هتسلقوها هتطلعوها من الزيت، هنطلعها من الحلة مسلوقة وهنحطها هنا في صينية تكون مدهونة زيت عشان نقدر ان احنا نشيلها بسهولة زي كده. هنحط كده في الحلة دلوقتي، انا دي سلقتها قبل ما ابدأ معاكم، ودي هوريكم مش بتاخد يعني تقريبا اقل من دقيقة، انا هوريكم ازاي تعرفوا الوقت المناسب ان انتوا تطلعوها فيه. بصوا هي بتقعد ناشفة، شايفين؟ احنا هنحط 2 2. انا على ما هي بتتسلق كده انا حضرت هنا لحمة، هحضر هنا ادي البصل، هعصج اللحمة هوريكم هي كده تمام. بصوا شايفين؟ هنطلعها كده تكون بالشكل ده، تكون طرية معانا واحنا كده بنطلعها. بصوا عايزة اوريكم بالظبط امتى الوقت المناسب، اهو ده الوقت المناسب، شايفين عاملة ازاي؟ مش بعد كده ولا قبل كده. حطيت هنا كده التانية، بصوا وهنفرطهم من بعض عشان ما يلزقوش في بعض، اهي تبقى كده. هكمل انا بقى الباقي وهعمل اللحمة دلوقتي. انا بعصج كده اللحمه زي ما انتوا عارفين، بصله مفرومه صغير او مقطعه قطع صغير، عليها اللحمه، وبعد كده ملح وفلفل، لو حابين تحطوا بهارات يعني حسب رغبتكم. وهنحط اسفه جدا ليكم، وهنحط عصير طماطم، بس يا ريت يعني نكون كده ايه، عايزه اقول لكم نكون كده عندنا كميه وفيره من عصير الطماطم، ما نكونش بخله يعني في عصير الطماطم، ونحط عصير طماطم حلو كده وكتير عشان خاطر يعني اللازانيا الشرائح بتاعتها هتكمل سوا في الصينيه. انا كده قربت اخلص اهو، خلاص اخر 2، احنا بنحط 2 2 في الصينيه. هغطي على اللحمه، لما هنحط الطماطم على اللحمه مش عايزينها تتسبك، يعني عايزينها تبقى فيها صوص كده. دلوقتي انا هعمل البشاميل، انا هحط 3 معالق زيت كبار، ولو عايزين تحطوا زبده او سمنه ممكن، انا هحط هنا معلقه سمنه واخلي كده الدهون اللي عندي دي تسخن، واحط عليهم 4 معالق دقيق.
اربع معالق دقيق هياخدوا معانا اربع كوبايات لبن، بس احنا عايزين نعملها خفيفة. هنعمل صلصة البشاميل الخفيفة. انا بس كده هحمص الدقيق شوية كده صغيرين لغاية كده ما يلون، وبعد كده هحط عليهم اللبن. لو حابين انا هعمل نص لبن ونص شوربة. في ناس بتعمل البشاميل على البارد برضه، ممكن انتوا تحطوا اللبن يكون سخن تدوبوا فيه الدقيق وبعد كده تحطوه على النار، تحطوا عليه زبده او زيت، ولكن الطريقه دي بحس ريحه الدقيق فيها كده بيتحمص ويبقى ليه ريحه وطعم احلى. انا حطيت شوربه فزي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجه السوائل اللي هتحطوها على الدقيق ما تكونش ساقعه، تكون سخنه في درجه حراره، يعني تكون لو شوربه هتبقى مغليه، لو لبن يبقى سخن عشان خاطر الدقيق ما يكلكعش ويخرز معاكم. هنبدا فيها طبعا كده لغايه لما ايه تنعم معاكم. طبعا احنا هنخليها سايله شويه عن كده، انا هزودها تاني شوربه. طبعا انا بزودها شوربه عشان خاطر يعني ما اضطرش ان انا احط مرقه دجاج اللي هي المكعبات، انا اصلا ما بحطهاش ولكن بستبدلها بشوربه عندي، فبصراحه يعني بتبقى احسن بكتير وانضف وحاجه امن يعني وعندنا في البيت. انا هزودها تاني، انا عايزاها سايله اكتر من كده، وهزودها ملح وفلفل ورشه جوزه الطيب، ممكن تستغنوا عنها يعني بس هي بتدي ريحه حلوه للبشاميل. كده العصاج معايا، بصوا كميه السوائل اللي فيه ما تسبكش، والطماطم لسه زي ما هي شايفين. لو عايزين تزودوه معلقتين صلصه جاهزه ممكن، بس كده يعني طعمه احلى. وطبعا في التوابل بتاعته ملح وفلفل وبهارات لو حابين. انا كده هطفي عليه وكده البشاميل جاهز، واللحمه واللازانيا، وهنحتاج طبعا جبنه موتزاريلا مبشوره. لو مش حابين تحطوها دي حسب رغبتكم يعني، وهنطبقها دلوقتي مع بعض. بصوا انا خلصت اهو اللازانيا زي ما انتم شايفين، بصوا شايفين عامله ازاي. هاي كده اللازانيا اهي، بصوا طريه ازاي. هنبدا اول حاجه هنحط صلصة البشاميل. بسم الله، هنوزعها كويس في الصينية. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا عاملينها سايلة. هحط بقى الشرايح، طبعا انتوا هيبقى عندكم يعني انا الصينية عندي هنا كبيرة، هيبقى عندي فراغات، هوريكم احنا هنعملها ازاي بطريقة شكلها حلو. بصوا انا حاطة بين كل واحدة والتانية شوية زيت عشان ما تلزقش في بعض، عشان نكمل هنا الحتت اللي فيها فراغات دي. انا هجيب هنا واحدة واقصها كده بالمقص. بصوا هي طريقة سهلة التحكم جدا، بيبقى شكلها حلو وشكلها برضو منسق وجميل كده. كل واحد حسب الصينية اللي عنده. احط هنا شوية بشاميل واحط عليها اللحم. لو حابين تحطوا ما بين كل طبقة وطبقة جبنة ممكن برضو. هنوزعها كده كويس.
برضو هنقص دي كده هنا. هنحط عليها صلصة البشاميل. هنوزعها كويس. هنحط كده هنا شوية جبنة. كده انا كملت الصينيه وحطيت اهي البواقي خلاص، الحتت الباقيه هنحط البشاميل. اخر طبقه طبعا اللي هي بتبقى الشرايح اللازانيا وتحتها اللحم وعليها البشاميل اللي من فوق. هنوزع كده. كده الجبنة على الوش. وهندخلها الفرن على فرن درجته 200 لمدة يعني انا هشوف، لان هي طبعا احنا سلقينها فهنخليها، هي المفروض ان هي لو مش مسلوقة بتاخد 25 دقيقة، انا هخليها ربع ساعة وهبص عليها هشوف استوت ولا. احنا هنختبرها ازاي ان هي استوت؟ هنختبرها في السوى ازاي؟ هنجيب خلة اللي هي بتاعت الاسنان العادية هنحطها كده، او شوكة هنحطها في الصينية، هنلاقيها بقت يعني طرية والصوص بتاعها كده مسك نفسه، وهوريها لكم بعد ما تطلع ان شاء الله. كده بعد ما طلعت معانا من الفرن خدت بالظبط بالظبط ربع ساعة مش اكتر من كده، وشغلت عليها الشواية من فوق، بس طبعا شكل الجبنة كده لان الجبنة دي اصلا نوعية مش كويسة. بصوا بس ما شاء الله طرية ازاي. هي المفروض بعد ما تطلع من الفرن يعني نستنى عليها نص ساعة، بس احنا طبعا مش قادرين نستنى عشان تمسك في بعضها ونعرف ان احنا نشيلها كويس يعني ونحطها في الاطباق. اطباق بصوا انا عايزة هنا اوريها لكم. بسم الله. زي ما انتوا شايفين بصوا بصوا شايفين مستوية ازاي، مستوية حلو جدا وطرية وسواها جميل جدا وطعمها طبعا اكتر من رائع، ويعني اضافة كده بسيطة رشة زعتر كده عليها بيضيف لها طعم جميل جدا. ويعني اتمنى لو انتوا والله تجربوها معايا، واتمنى منكم ان شاء الله ان انتوا تجربوا الوصفه دي. وشكرا ليكم على المتابعه، ولو عجبكم الفيديو النهارده واستفدتوا منه اعملوا لايك، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.